ابدأ استاذ، انا بديت اسجل وياك. السلام عليكم، وعليكم ارحب بكم. هاي المبادرة، مبادرة كود فور إيراك. ان شاء الله محاضراتنا راح تصير على جهاز الأردوينو، كيفية تركيبه وكيفية برمجته. ان شاء الله تستمتعون بهاي المحاضرات اللي يلقيها عليكم احد اعضاء مبادرة كود فور إيراك، اللي هو استاذ محمد قاسم. طبعا بالبداية لازم نعرف شنو هي مبادرتنا، مبادرة كود فور إيراك. هي مبادرة إنسانية غير ربحية تهدف إلى خدمة المجتمع باستخدام تكنولوجيا، وتعتبر مبادرة تعليمية حقيقية ترعى المهتمين بتعلم تصميم وبرمجة تطبيقات الهاتف الجوال ومواقع الإنترنت، وبرمجة الحاسوب والشبكات والاتصالات ونظم تشغيل الحاسوب باستخدام تقنيات مفتوحة المصدر. فمبادرتنا، هاي المبادرة تشتغل على 18 محافظة. يعني احنا بدورنا كل احنا مجموعين تحت سقف واحد، كود فور إيراك، مظلة وحدة اللي هي مظلة كود فور إيراك، 18 محافظة، جميع محافظات العراق. ميسان هي أحد الناشطين في هذه المبادرة، ودائماً إحنا الحمد لله والشكر يعني جاي ناخذ المركز الأول وجاي نقدم خدمة مجتمع. اللي ينضمون للمبادرة هم الناس اللي هواة بتكنولوجيا المعلومات من جميع أشكالها، ينتمون للمبادرة حتى يتعلمون ما متاح لهم ضمن المبادرة تعلم تكنولوجيا المعلومات كتطبيقات الموبايل مثل ما أسلفنا ذكر. طبعا التعليم بالمبادرة يكون تعليم مجاني، مجاني 100%. بالمقابل نريد من الناس اللي يتعلمون ويانا يقدمون مشاريع خدمة مجتمع أيضا تكون مجانية بالمقابل. يعني احنا نعطي تعليم مجاني وبالمقابل هم لازم يخدمون المجتمع مجانا. المبادرة مفتوحة لكل أصناف المجتمع، طلبة، خريجين، أساتذة، سواء هم ضمن الاختصاص اختصاص تكنولوجيا المعلومات أو هم بغير مجالات. يعني ممكن ينضمون إنه إذا كانوا عندهم هواية تعلم تكنولوجيا المعلومات. فمبادرتنا مفتوحة بهذا المجال. زين، هذا حبيت أنه أنوه له بداية لقاء بكم، وشكرا لتواجدكم ويانا. أعوفكم هسه ويا المحاضرة ويا أستاذ محمد. طبعا أستاذ محمد من الناس الرائعين واللي قدموا للمبادرة في شيء كلش كبير، وهو من الناس النشطين ما شاء الله عليه، وإن شاء الله نطمح لأنه يكون أفضل بعد أفضل. شكرا جزيلا. شكرا لك أستاذ، والله صراحة خجلتني بهذا المدح مالك. لا العفو. طبعا طبعا أنا أحد الأعضاء المبادرة، انضميت وياها كنت بالمرحلة الأولى، وحاليا أنا بالمرحلة الثالثة. الحمد لله والشكر قدرت أطور نفسي وقدرت أسوي تطبيقات موبايل وأسوي تصاميم. كذلك أنتم تقدرون هم تشتغلون مثلي، هم تطورون نفسكم، تسوون تصاميم، تطبيقات، تنشرون تطبيقاتكم على جوجل بلاي. طبعا رابط الكود فور إيراك، الانضمام لكود فور إيراك، راح أجزئ لكم بالجروب. اللي يريد يشارك أو اللي يريد ينضم للكود، الكود مفتوح بأي لحظة لكم، والرابط راح أنزله بالجروب إن شاء الله. طبعا حاليا راح نبدي نشرح شرح بسيط عن يعني شوي عن الأردوينو، شلون ننصب المتطلبات مال الأردوينو اللي هو المحرر. بالنسبة للأشخاص اللي ما عندهم أردوينو حقيقي، مثلا أردوينو بالبيت، نقدر نستعمل المحرر. كذلك راح نشرح شوية عن المحرر. خلينا
خلي بس أشارك لكم الشاشة أنا أخذتكم دقيقة. حاليا هاي الشاشة قدامكم. طبعا شباب بالبداية أول ما راح نبدأ راح نصب متطلبات الأردوينو واللي هو المحرر. طبعا المحرر تقدرون تنزلونه مباشرة من خلال الجوجل، مباشرة تكتب بس أردوينو اي دي اي اللي هو المحرر، تختارون أول موقع أردوينو سوفتوير، راح ينقلكم الموقع الأردوينو مباشرة. طبعا هذا الموقع بكل شغلات الأردوينو، هو الموقع الرسمي للأردوينو بسورس كود، كذلك فيه هواي شغلات عن الأردوينو. طبعا احنا حاليا احنا نريد ننزل نسوي داونلود للأردوينو او بيئة الأردوينو مباشرة. عندك انت الخيارات الاوبشن هنا النظام الويندوز اللي هو ينزل لك بملف تنفيذي، ملف مضغوط، كذلك هنا عندك هنا النظام الماك لينكس وباقي الأنظمة كذلك. فاحنا حاليا راح ننزل نظامنا الويندوز اللي هو اعتقد نظام الجميع كل دائما يستعملون الويندوز. طبعا متوفر بالنسختين 32 و64، فما يضر انت مباشرة نزله من خلال الضغط على داونلود، فمباشرة راح ينقلك لهاي الواجهة. هاي الواجهة هنا للتبرع، اذا انت تريد تتبرع فيعني تقدر تتبرع للموقع أردوينو، لكن هو الأردوينو بالتالي يكون مجانا، فانا راح اقول له فقط نزله، فراح ينزل هنا الرابط او العفو البرنامج الأردوينو راح يبدي ينزل عندكم هنا مثل ما جاي تلاحظوا. فانا راح اوقفه باعتبار ياخذ وقت لان انا منزله سابقا، فراح يكون انا مخلي هنا خلي اسحب على سطح المكتب. هذا هو ينزل لكم بهاي الصيغه بهذا الشكل المحرر الأردوينو مباشرة. أضغط عليه مرتين هتظهر لي الواجهة التنصيب مباشرة، أوافق أحدد كل الخيارات وأدوس لتالي Next أو Install مباشرة. أخلي المسار اللي أريد أنصبه اللي هو Partition C مباشرة، أخلي نفسيته وأسوي له انستل، فمباشرة راح ينصب. ننتظر شوي بين ما ينصب. طبعا أنا منصب التعاريف مالاتي، يعني منصبهن لأن أنا منصب الأردوينو سابقا. اللي راح يظهر لكم اللي انتم بعدكم جديدين، اللي راح يظهر لكم راح تظهر لكم نفس هذه يعني شلون الايقونه او مربع الحوار نفس هذا بالضبط. مباشره بس تضغط على انستل فهو راح ينصب لك التعريف مال أردوينو مباشره، يعني بس هذا اللي يختلف يعني عليكم، انه بس تضغطون انستل وراح ينصب التعريف مباشرة. طبعا ننتظره شوي يكمل ياخذ وقت. طبعا هذا المحرر للي عنده قطعة حقيقية يريد يبرمجها يربطها مع الحاسبة ويريد يبرمجها، لكن اللي ما عنده فهو يعني مو لازم ينصب هذا المحرر، لان احنا راح نشتغل على محاكي هو بالمحرر مالته، يعني مباشرة يعني هو القطع راح تجيك جاهزة موجودة داخل المحاكي، والكود كذلك راح يكون داخل المحاكي تقدر تكتبه نفس المحرر بالضبط.
طبعا بينما راح يكمل المحرر راح نروح شويه نشرح لكم عن المحاكي. المحاكي طبعا انا دازل لكم الرابط مالته بالجروب مباشره، انه تاخذون الرابط تسوون تسجيل، تسوون حساب تسجيل. انا راح اسجل بواسطه جوجل. اختار احد الحسابات اللي انا مسجل بها، فراح تظهر لي هنا الحساب مالتي اللي انا فعليا مشتغل به سابقا. اختار من هنا السيركل اللي هي الدوائر الالكترونية، مباشرة اضغط create new، فراح يظهر لي الشاشة. هنا الادوات اللي موجودة اللي انا اقدر استخدمها، مثلا انديبورد، اردوينو، هنا مثلا ليد او حساسات الكتراسونيك، وكذلك كثير من الحساسات البقية اللي انا اقدر استعملها. كذلك هاي مساحة العمل اللي احنا نقدر نشتغل عليها. الكود بالنسبة للكود نقدر من خلال هذا الكود، طبعا حاليا هو ما موجود، لكن نقدر من خلال هذا الكود نقدر نضيف اكواد احنا راح نكتبهم. نقدر من خلال زر الستارت نشغل المحاكي، يعني انا اجي اربط هنا أنا مثلا ربطت اردوينو برمجتها على حسب الاصول، فاجي اشغل اسوي ستارت، فراح يشتغل عندي الاردوينو حسب البرمجه مالته. اذا مثلا دي اخطاء فهو راح يظهر الاخطاء يعني مالتك. فهذا يعني المحاكي جدا بسيط، هو موجود هواي محاكي يعني كلش هواي بس معقده. انا اخترت لكم هذا المحاكي لان اول شيء بسيط، وثاني شيء انه تقدر تستعمله كذلك على الموبايل. هذا المحاكي مو المحرر، المحاكي. هذا المحاكي كذلك تقدر تستعمله على الموبايل، بس شوي يعني راح تواجه صعوبه. يعني انا هم رأيت انه الاشخاص او الاعضاء اللي ما عندهم حاسوب كذلك يقدر يستعمل جهازه الموبايل حتى يقدر يشتغل عليه محاكي واردوينو، كذلك يقدر يشارك ويانا بالدوره. فنشوف هنا انه كمل هذا التنصيب، اضغط مباشره كلوز حتى يغلقه. فاشوف انه هذا الاردوينو، هاي الايقونه مالته ظهرت هنا، مباشره اجي افتحها. فظهرت لي الواجهه الاردوينو اللي هو هذا المحرر. طبعا هاي الواجهه راح نشرحها بالتفصيل، شنو لازم نكتب بيها من اكواد، شنو هاي الايقونات، شنو هاي القوائم، شنو هذا يعني الكتابات، فراح نشرحها بالتفصيل بالدروس القادمه ان شاء الله. حاليا احنا راح ناخذها يعني فقط كواجهه المحرر انه كمل عندنا. كذلك التعريف، لما تربط بوردة الاردوينو او بورد الاردوينو، فراح يظهر هنا بالبورد، راح تظهر الاردوينو موجودة، يعني تظهر لك هنا. هسه حاليا انا ما رابط اي اردوينو، فنشوف انه ما ظهر. العفو بس الصوت يعني ممنوع احد يتكلم ورا التسجيل، يلا نقدر نتكلم ماشي. فالبورد هذا حاليا نشوفه ما مفعل، ليش؟ لان انا ما رابط عليه اردوينو. لما اربط عليه اردوينو فهو راح يتفعل مباشره، وراح يطلع لي البورده او الاردوينو راح يطلعها هنا. كذلك اذا ربطت الاردوينو وما تفعل عندك هذا البورد، يعني اكو مشاكل عندك بالتعريف، لازم تعرف بورده الاردوينو، يعني تعرفه، او مشاكل عندك بالتعريف. طبعا هاي المشاكل نقدر نحلها يعني بصوره سهله، مباشره اروح على الماي كمبيوتر او ذس بي سي، اضغط على الخصائص، ندير الاجهزه. كذلك اشوف الاجهزه هنا، شنو الاجهزه مع ربط الاردوينو، اشوف يا اجهزه هنا ما معرفه، اروح اعرفها مباشره يعني من خلال
أضغط عليه مباشرة وأسوي يوأب داتا، يعني حتى يجيب لي مثل التعريف مالته حتى يجيب لي، فيروح يبحث بالإنترنت، لازم الحاسبة مربوطة بالنت حتى يبحث لي التعريف وينزل لي وينصبه للأردوينو. طبعا هاي العملية يعني جدا سهلة، وإذا واحد واجه صعوبة يقدر يذكرها بالجروب كذلك، يعني حتى نقدر نساعده. عندنا أستاذ أمير هو موجود حتى يقدر يساعدنا يعني بالتنصيب وهاي الشغلات البقية. طبعا احنا شرحنا هسه حاليا شرحنا المحاكي، طبعا مو بالتفصيل لأن المحاضرات القادمة إن شاء الله راح نشرحها بالتفصيل. احنا نريد ناخذ فكرة شلون جاي تتم الأمور، شلون جاي يصير الأمور. فهذا المحاكي وهذا المحرر، اللي عنده أجهزة أردوينو حقيقية فراح يستعمل المحرر الحقيقي، واللي ما عنده أجهزة أردوينو فهو راح يستعمل المحاكي مباشرة. بعدها إن شاء الله راح نشوف إنه الأردوينو، ناخذ مقدمة على الأردوينو. الأردوينو شنو هو الأردوينو؟ تاريخه شو بتبدأ؟ طبعاً الأردوينو تم صناعته في أواخر 2005 من قبل مهندسين إيطاليين. هذه المهندسين اجتمعوا أو سووا اجتماع ناقشوا بي سبل التعليم حتى يقدرون يصنعون هذا الأردوينو. ناقشوا سبل التعليم وطلعونا واكتشفوا أو اخترعوا هذا الأردوينو حتى يسهل عملية الدراسة مالته أو دراسة المتحكمات. بعدها يعني من بعد ما يسهل لنا الدراسة راح يكون هذا المتحكمات راح تكون سهلة الاستعمال، مرنة بالتعامل مالتها، كذلك راح تكون تقدر يعني تقدر تربط وياها كثير من الحساسات المصنوعة مثل حساس الضوء أو حساس متحسس الحرارة، متحسس التيارات. يعني راح يكون مرن بالتعامل مالته، لأن سابقا كانت المتحكمات يعني مثل ما نقول صعبة التحكم، لازم تروح تجيب متحكم وتربط وياه أغراض وتلحم يعني هالشكل. فهذا يعني لحد الآن بشكل بسيط احنا أخذنا مقدمة عن الأردوينو، عن يعني عن المتحكمات شوية، أخذنا عن المحاكي شوية، أخذنا عن المحرر كذلك أخذنا شوي. وبعد بالدروس القادمة إن شاء الله راح نقدر ندخل بالتفاصيل أكثر وأكثر. طبعا حاليا المحاضرة راح تخلص هنا عندنا، لأن الزوم راح يخلص الوقت مالته، خلص وقت المحاضرة. طبعا أكو 5 دقائق موجودة اللي يطرح سؤال مثلا حتى أقدر أجاوب عليه. يعني من خلال المحادثة أو حتى يقدر يتكلم صوت.